يعني ليس بغريب عن الناس. وفرصة جول، فرصة جول، كرة مباغتة، نعم، بين مارانجو يعاود الكرة من جديد، بين مارانجو مرة أخرى حاضر، يسجل الأفضلية في الدقائق الأولى، كرة مباغتة حتى على مخرج المباراة، ركز في إعادة البايرات ولكن نسي الهجمة الرجوية ونسي الراسية البديعة من بين مارانجو. إذن يفتتح الحصة لفائدة فريق حيمي. هنا الاستلام الكرة، سفيان، سفيان، وسفيان، والثاني جول، جول الثاني رجاوي، نعم الثاني رجاوي في هذه اللحظات. زكريا الوردي ورحيمي وبن حليب، مثلث هجومي كان حاضر، يمنح الثنائية للكتيبة الخضراء. إذن زكريا الوردي هنا يسجل، يعني توقعنا بن حليب، رحيمي وبين مارانجو، ولكن زكريا يفاجئهم. سفيان شد، سفيان شد، سفيان، سفيان، جول، ويا روعة الجول، هدف في غاية الروعة من سفيان رحيمي على طريقة اللاعبين الكبار، الهربة لسفيان والانطلاقة ما أجملها واللمسة ما أجملها كذلك. هاي الإعادة، هاي الهربة لسفيان رحيمي، الانطلاقة بهذه الصورة، ولا واحد أمسك سفيان. يمشي الكرة بين مارانجو في خطأ آخر، وبين والرابع يا بين، والرابع يا بين، هكذا يأتي العقاب من مارانجو لما تخطئ بهذه الصورة. لن يرحمك بين مارانجو لما تغلط بهذه الصورة. بين مارانجو في الموعد، يأتي العقاب الرابع. من فضلك اشترك في قناتي بعد إذنك، أنا قناتي لسه جديدة ومحتاجة الدعم، فبعد إذنك ما تبخلش عليا في الاشتراك بالقناة، ودوس لايك وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.